كريم، انا اللي بقول عنك كبير وفهمان بهالعيله، لك ولا للذيب؟ بعرف، قول خشب ديب. بحاول اضبط الامور بين امك وابوك. زينب بتصلح كلمه بتدمرني يا زلمه. خليني اشرب. ولا كلمه. استق محلوله. بس زيهم عن بعض يا رجل. زيهم عن بعض؟ قصدك عن رنا وربحي؟ ثواني بس، خليني اخذ هاي المكالمه راجع لك. اه هلو. صراط النبي رنوس، ابوكي له ساعه قاعد بحكي وانا مش فاهمه عليه ولا اشي. انا اللي مش فاهمه كيف وحده بحلاوتك بدلالك صلاه النبي باناقتك هاي يصير فيها هيك. تعرفي اشي؟ انا بحكي بعد ما كبرتي بطلتي تعجبي. تأدبي. انا اللي هيك بحكي؟ هو اللي هيك بحكي؟ هو كان قصده انت. اطلع برا. بس ما هو انا سامع اللي ضل هون. اطلع برا وسكر الباب. بس ما هو سامع. انا بصراحة مني منك مستحيل اسكت، بس انا هيني بحكي لك وانت شوفي. وقفي مع مراد وتحركوا. انت شو بتساوي هون؟ انا كنت مع سمر جوا، بس يلا اطلع برا. سمر جوا؟ طل طل. الله العين يوفقك. شو بتساوي ولك؟ وين ربحي رحت فيه؟ بحكي مع ماما حبيبة قلبي، وربحي رح يحكي تلفون. أبصر مع مين؟ يمكن مع مرته الجديدة. بي أنا قلبي بدي أوقف. ليش هيك بصير معي؟ آه كريم. يا جاي. ردي ردي على كريم. لا أنا ما سمعتش صوت كريم. لا حكى، هو طبقة عالية ما بتسمعي أنت. إيش هاي الطبقة؟ بسمعهاش البشر يعني؟ عشان هيك ما بتسمعي. وبعدين وبعدين أنا بدي أقعد مع ربحي ولا أنتوا بدكم تقعدوا مع ربحي؟ ما عنديش مشكلة أقعد معه أنا. طيب خلص، هينا طالعين. هات التليفون أنت. بصير كان في شغلات عم بصير.